هو شارع رئيسي وحيوي بالدرجة الأولى، ذلك الذي يربط العاصمة عمان بمحافظة الزرقاء وصولاً بتفريعاته إلى محافظة المفرق ومنها إلى الحدود السعودية والعراقية والسورية أيضاً، ومروراً إلى مدن مثل الأزرق والرويشد. وعلى الرغم من قدمه وحيويته، إلا أن ذلك الشارع يعاني إهمالاً وتقصيراً من ناحية النظافة وكثرة التشققات التي تربك سائقي السيارات والشاحنات التي تسير عليها. من الزرقاء نتابع معاً التقرير التالي. شارع مهم وحيوي يصل بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء وصولاً إلى محافظة المفرق والحدود السعودية والسورية، ويعد من أقدم الشوارع الرئيسية في الأردن. هو شارع الأوتوستراد. الأوتوستراد اللي بربط بين عمان، مدينة عمان ومدينة الزرقاء، له أهمية كبيرة. هو مش على مستوى أنه بربط ما بين مدينة الزرقاء وما بين مدينة عمان، إلا أنه يعتبر عصب المملكة، يربط ما بين شمال المملكة وجنوب المملكة وشرق المملكة وغرب المملكة، كما أنه كمان أنه بربط ما بين بلاد الشام وبلاد الحجاز بالجزيرة العربية وغرب آسيا بشمال إفريقيا. إذن هو شارع مهم جدا على مستوى الإقليم. يفتقر شارع الأوتوستراد للعديد من الخدمات الأساسية تتمثل في إنارة الشارع ليلا وكثرة التشققات على أرض الشارع وأزمات السير وقلة النظافة وتجمع الأوساخ على الجوانب، مما يؤثر على الشكل الحضاري للطريق. الأزمات، الإنارة بالليل، عدم وجود جسور مشاة، الجوار، الحفر اللي بالطريق بنواجهها، الأزمة، يعني تراكم أزمات كثير، الشاحنات هاي الكبيرة. الاهتمام الدائم بالشوارع الرئيسية وتزويدها بالخدمات مهم وضروري، فهو يعكس المظهر الخارجي والحضاري لأي بلد. صبا إبراهيم لبرنامج من نوفينا.